بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا يسر لنا أمورنا وثبت أقدامنا فيما يرضيك من شؤوننا، واجعلنا موحدين عاملين بالقرآن العظيم ومتبعين محمد أحمد عليه صلاتك وسلامك، اتباع صادق واتباع كامل بفضلك يا كريم. يقول نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، هذا في رواية للطبراني رضي الله عنه: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. وهم حديث نبوي شريف يمثل هذا الحديث القدسي: قل أن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. مش دنيا طلعت عليه الشمس، برا برا فكر بالمياه شمالها، طلعت عليه الشمس والشمس واحدة ولا الشموس كلها، يعني يهدي بك ويكم تهديوا ولا توريوا في عرض كتافكم. اللي دائما تجي كم بالصدق مع المولى، والله مطلع على سرائرنا ويعلم السر واخفى. لان يهدي وقتاش يهدي؟ قالوا بإذاعة القلب على القلب، برب يجيبوها منين هذه القلب على القلب؟ لا قلوبكم انتم في بعضكم نظيفه باش تقع على قلوبنا احنا في نظافتها، لا نزكي انفسنا ولا نتهم احد، لكن عندنا تاريخ مع بعض منكم يورينا اللي في نفاق غارقين فيه، والعياذ بالله والعياذ بالله. وبعد تقول كيفاش يتجرى علينا؟ لا يا سيدي، احنا عشناه ولا حين يقول لكم راكم غالطين، راه ما عندكمش حق باش تلغيو من مسارنا في هذه الدنيا، مسار القرآن ومسار رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. أنا يخصني 20 حلقة من زمن طويل، من قلبي بربي ما لا نزلت عندهم هذه إذاعة القرآن العظيم. الله أعلم القرآن كيف يتفاعلون معه البعض منهم. عملت من عروش قلبي لأنه مش عرف بربي، ما يدينكم حياة زوجية، حياة روحية، طب ولا أعطاني ربي ما شاء الله. فك الحلقة ذيك 20، فك الجلسة ذيك، الزيارة ذيك 20 حلقة. يقوم هل الحد الآن ينافق ويبدأ يتزلف ويبدأ يتمعجن ويبدأ ينطق وكأنه ينفخ وكذا؟ يا ولدي يبارك فيك، هذا ملك للأمة مش لك أنت ولا لي. الأمة يجب أن تستفيد وتعرف القرآن العظيم ماذا فيه، والرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم بماذا جاء من بركات من رب البركات ورب السماوات. شيء قال لي جيت أنت بعد ما انطلق القطار، أنا القطار ينطلق الخبية أنت دربوك هذيك، شو قالوا القطار؟ حنا قطار الإسلام يمشي على طول بإذن الرحمن وبركات الرحمن. جيت أنت اليوم تقسم في رزق ربي على العباد، وثم في الحقيقة من أنت ومن أنا باش تناقشني في حق الأمة وتضيعوا لحد الآن؟ أنت درقت لك، سيفضحك الله إن لم تتوب. كان تبت صح عليك وعفى الله عما سلف، فهمت؟ أما إذا كما تبتش وباقي ما في غيوانك وفي نفاقك، اتعلم اللي آتيك يوم فضيحة ما تشنقل فيها تشنقيلة ما كنلكش على بال. نحن لا نهدد ولكن نحذر. ربي حين تحطم أي مؤمن مؤمنة في نشر الإسلام، هل اليوم ولا محارب من كل مكان وبكل لسان؟ راك أنت متعطل كان نفسك بلا على فيه أن تنال بركة الرحمة، فأنت ملعون إلى أن تغير اتجاهك. خلي اتجاهك محمدي على سيدنا أفضل صلاة وسكة تسليم، وما تجعلوش يواصل اتجاه ما لا العياذ بالله شيطاني إبليسي، نسأل الله السلامة.